بإذن الله تعالى راح نبنوا له هذه المصيدة، نبنوها له هنا في هذا المكان. والدليل أنه يجوز على هذا المكان راح نوريكم، ماهوش بعيد من هنا بزاف. شوفوا هنا كيفاش يكون حفر كما وريت لكم من قبل. شوفوا يجوز من هنا ويجوز من هنا، شوفوا هكذا ويدخل المحاصيل الزراعيه. شوفوا هذه كامله الخدمه تاع الضربه اللي جا هاي لك هنايا الافر تاعو. كما راكم تشوفوا خوتنا دوك رانا نصبنا هذه المسياده الحيوان النص او كما يعرف بالضربان او حيوان اخر مثل حتى الخنزير اكرمكم الله او الذئاب. اول حاجه انها نقوموا بهذه الحلقه، هذا القوس الحديدي لكم تشوفوا فيه قوس حديدي يدخل في الارض مباشره، وبعدها نقوم بهذا الجلد اللي وريته لكم. شوفوا هذا الجلد وراه مربوط، مربوط في الشجره هنايا في الغصن هذا، وهذا الشكل كما راكم تشوفوا. بعدها قمنا بهذا الغصن الصغير اللي انا هكذا باش يبان لكم مليح، هذا الغصن الصغير اللي مربوط ما بين الخيط ومربوط ما بين الجلد. هنايا الجلد ندير له عقده باش الخيط ما يخرجش من الجلد هكذا، ونربطوه في غصن غير صغير، غصن يكون صغير مطرك كيما حنا نقولوا، ونكاليوه بهذا المطرك اللي راكم تشوفوا فيه. نخلو هذا هو الممر اللي يفوت عليه الحيوان، وفي اخر هنا نعودوا نغطسوا كما حنا نقولوا غصن كذلك صغير في الارض، او تقدروا تحطوا حجره في مكان هذا الغصن باش هذا ما يخرجش. والطريقه تاع العمل تاع هذا الفخ انه الحيوان كيجوز يعفس على هذا، يحط رجله على هذا الغصن الطويل كما تشوفوا فيه. هذا واش يدير؟ ينطلق، كي ينطلق يسحب معاه هذه السريفه اللي راح نحطوها لهنا هكذا خاوتي. دوك نعطيكم الطريقه كيفاش نعودوا ننصبوها هكذا. دوك راح نعطيكم طريقه النصب تاع هذه المسياده. كما قلت لكم من قبل هذا القوس الحديدي يكون طويل شويه، يكون طويل، نغطسوه في الارض مليح مليح باش ما يطلعش. وكما قلت لكم نجيبوا الجلد، هذا الجلد لكم تشوفوا فيه ايضا نبين لكم. شوفوا هذا الجلد واش درنا له، عقده لهنا، درنا له عقده لهنا وربطناه بهذا الخيط، ربطناه بهذا الغصن الصغير هكذا خاوتي. هذا الغصن الصغير مربوط هنايا بخيط، دوك تعرفوا علاش ربطناه بالخيط هكذا صح. واش نديروا بركا في هذاك الخيط؟ شوفوني مليح واش ندير. نجيبوا نجيبوا المؤخره تاع هذا السلك اللي قلت لكم قبل، هذا السلك تاع الفرانات تاع الموطو تاع المكابح تاع الدراجه الهوائيه ولا الدراجه الناريه بهذا الشكل. ندخلوه هنا ما بين القوس هذا كما تشوفوا في القوس ها، ما بين الخيط والخيط ها هكذا. ندخلوها مليح، سمحوا لي تشوفوا بهذا الشكل. كي يدخل في هذا الخيط ها ملي تسريف ها صح. واش نديرو دوك؟ نروحو ننصبو الفخ تاعنا. الفخ تاعنا شوفوا كيفاش تنصب خاوتي، سهلة ها هكذا. ونجيبوا هذا الغصن اللي قلت لكم عليه ونربطوه بهذا الشكل ها. بهذا الشكل انا نصبناه. دوك واش نديرو؟ هاك شوفوا السريفه وين نحطوها. بهذا الشكل ها، راكم فهمتوا؟ اللي ما فهمش يقول لنا في الكومنتار بلي ما فهمتش، نعاودوا نصبوا لكم الفخ ولا نعاودوا نعطيكم طريقه كيفاش خدمناه هكذا خاوتي. دوك واش مادام نصبنا هذا بهذا الشكل، نبلعوا على الجوانب هذو اللي منا ونبلعوا الجوانب هذا، نخلو غير هذا الطريق ونموهوها بهذا الشكل. في حالة ما انه الحيوان يجوز من هنا كيحط رجله على هذا الغصن، واش يدير؟ هذا النابض لكم تشوفوا فيه ينطلق مباشرة يسحبه
حنا واش نديرو؟ هذا السكل اللي راكم تشوفوا فيه نربطوها هنا في الشجره ولا في جذع الشجره هنايا باش ما يديهناش ولا باش ما يسحبوش كامل هذا حيوان النص. دونك نعطيكم الطريقه النهائيه. يا الله كيما راكم تشوفوا رانا نصبينها ومازال ما كملناهاش، دونك نديروا لها عمليه التمويه عفوا نديروا لها كامل عمليه التمويه. هذه هي الطريقه تاع الصيد تاع النصب تاع المسياده تاع اللي نخصوها لصيد الضربان او صيد حيوان يكون اكبر من الضربان. هذه تقدر تحكموا بها حتى الارنب، حتى الارنب تقدر تحكموا بها. شوفوا الطريقه، يعني طريقه سهله جدا كما وريت لكم قبل. هاو ليك النابض، شوفوا وين المحكوم في الشجره هنايا. هاو ليك ونقوموا بعمليه تجربتها باليد. ها في حاله ما كان الحيوان جايز يحط رجله على هذا، شوفوا شوفوا معايا شوفوا مليح. بون نسيركم بهذا بهذا الغصن، في حاله ما كانت هذه هي رجل تاع الحيوان شوفوا هلا هكذا هو كيعود يسحبها كيعود يسحب 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 كامل خلاص كنت تكون رجله محكومه. وفي الاخير ان شاء الله تحصلنا على النتيجه النهائيه لهذه المصيده. كما راكم تشوفوا هذه هي النتيجه النهائيه، قمنا بسد كامل الجوانب هكذا باش الحيوان نجبروه انه النيس نجبروه انه يجوز على هذا على هذه المصيده. هذه النتيجه النهائيه للمصيده كما راكم تشوفوا، قمنا بعمل التمويه قمنا بعمل التمويه راهي منصوبه نهائيا. هذه الطريقه شوفوا خوتي مليح كيفاش منصوبه. ها كما قلت لكم من قبل لهنا نغطسو غصن صغير يدخل في الارض باش يكالي لنا هذا المطرق باش يكالي لنا هذا الغصن الصغير. هذه الطريقه نفس الطريقه اللي كنا نصيدو بها الحجل اللي شاف الفيديوهات من قبل، ولكن هذه المره ما استعملناش الخيط وانما استعملنا هذا السلك اللي قلنا من قبل يستعمل المكابح تاع دراجه الناريه ولا دراجه الهوائيه تاع المطاوات، وربطناه بالغصن تاع الشجره غير تما كما راكم تشوفوا. وهذا الجلد هو اللي يسحب لنا هو اللي يسحب لنا السلك هذاك. وإلا كاش ما حكمنا بها ان شاء الله انا نزيد نصور لكم. هذه الطريقه باش نعطيكم معلومه تصلح للصيد الارنب، صيد النيس، صيد الذئاب والثعالب، وصيد الخنزير اكرمكم الله. هكذا خوتنا هذه هي الطريقه النهائيه، وان شاء الله تكون عجبكم الفيديو. ما تبخلوش علينا، دعمونا بلي لايك، دعمونا بالاشتراك، ومازال كاين جديد باذن الله تعالى. هكذا خوتنا، هيا نقولكم السلام عليكم.